اليوم الوطني للحوار المجتمع المدني نهار الاثنين اللي فات، فكنخلدوه اليوم. ثانيا دابا تبيحه الاخرى، تحيه نسائيه جميع العيالات، تبارك الله عليكم العيالات، صغرتوا هذا عيدكم، هذا عيدكم العيالات، حنا معكم فرحانين بكم بزاف 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 بزاف. انتم قواتنا، انتم خوتنا، انتم احبابنا، انتم خالتنا، انتم زوجاتنا، انتم شكون كل شيء. اللي قال لكم نصف المرأة نصف الرجل ما قال والو، انا كنقول المرأة انتم كلكم، انتم كلكم هو كل الكل في الكل. تبارك الله العيالات، تبارك الله عليكم. إذن مرحبا أولا، وخير ما نفتتح به هذه الأمسية المتميزة التي تخصصها الجمعية المغربية للناس الكوفية بشراكة مع الجمعية السلوية رياضة الأشخاص الكوفيين وضعاف البصر. هذه الجمعية، هاتين الجمعيتين اللتان تريدان أن تحتفلن بهذا اليوم، بهذا العيد. قبل ما نهضروا بزاف، ملي كيهضر القرآن بقى أنا ما نقولوا آية بينات من الدين الحكيم تتلوها على مسامعنا القارئة مريم عزوزي وهي مستفيدة بالجمعية المغربية لعيد باش نكوفك، فتتفضل مشكورة. كنسمعوا القرآن جزاكم بخير، هذا قرآن ما جزاكم بخير، كنسمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور،
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله والرسول أولئك هم الصادقون. صدق الله مولانا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضورنا الكريم ضيوف الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين وكذلك الجمعية الرياضية السنوية فرع رياضة الأشخاص المكفوفين جمهور مدينة سنة، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الكبرى احتفاء بالمرأة المغربية. وتحية صادقة، تحية خالصة لجميع النساء في عيدهن الأغر، في عيدهن الجميل، في عيدهن اللطيف. مرحبا بكم، نشعوها دارجة. مرحبا بكم، كونوا معنا، حضروا معنا، صفقوا معنا البرنامج. البرنامج اللي يعجبكم بزاف، فيه موسيقى زوينة بزاف، فيه مسرحية زوينة بزاف، فيه شعر زوين بزاف، فيه سكيتة زوينة بزاف، فيه ملاقيين معكم زوين بزاف. ولكن قبل هذا وذاك، نحن مواطنون كلنا من إلى النخاع، شنقولوا لطف كلنا جميعا احتراما للنشيد الوطني تعزفه فرقة سمر موسيقى العربية تابعة لجمعية المغربية للمكفوفين، وترديد للأطفال الصغار والكوران التابعة للفرقة الموسيقية. We'll be right back.